عباد الله، وإن القلوب قلبان، وبينهما قلوب متفاوتة. واسمع يا رعاك الله لما روى مسلم في الصحيح من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عظيما عجيبا جليلا، أورد فيه صفات القلوب وذكر فيه علاماتها، وأن القلوب بين قلبين وبينهما قلوب متعددة كلما قوي الشبه ألحق بأحدها. قال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا حتى إذا أنكرها، حتى فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. هذا الحديث عباد الله فيه وصف عظيم لمن تأمله وألقى السمع فيه، وهو صفات القلوب. فإن أعظم القلوب قلوب الأنبياء، وأنقى القلوب وأصفاها وأبيضها هي قلوب الأنبياء، فإنها كالصفا بياضا ونصعا، وهي كالصفا قوة وجلدا، فلا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض، وضده بضده، فإن من هم في الدرك الأسفل من النار قلوبهم سوداء كالكوز مجخيا مائلة عن الطريق لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب في قلوبها. وبين هذين القلوب قلوب متعددة، ولذا ذكر الله في كتابه أوصافا لقلوب المؤمنين تجاوز العشر، وذكر أوصافا لقلوب الكافرين تجاوز العشرين، مما يدل على اختلاف القلوب، وما ذاك إلا بما وقر فيها وأشربته.